مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم حياتنا. برنامج حياتنا بيعرض أهم القضايا الحياتية اللي موجودة في حياتنا، بنعرضها بطريقة مبسطة بتوصل لقلب المشاهد، وبنحاول نعالجها وبنحاول نتناولها ونلقي الضوء عليها، لأن دايما اللي من القلب بيوصل للقلب. النهاردة بنتكلم عن موضوع هام جدا وموضوع شيق جدا جدا وبيهمنا كلنا. النهاردة بنتكلم عن موضوع خليك ورا حلمك. يعني إيه خليك ورا حلمك؟ خليك ورا حلمك يعني سر عليه، يعني دايما لازم تفضل وراه لغاية ما تحققه. إزاي هنعمل كده؟ هنعرفه النهاردة في حلقتنا. بس يسعدني ويشرفني أن أنا أقدم لكم ضيفتي العزيزة النهاردة، المذيعة الشابة موهبة التقديم الإذاعي، الأستاذة هاجر رمضان فرج. برحب بيك يا أستاذة هاجر. أهلا بيك يا أستاذة مروة، بتشرف بحضرتك جدا، يعني أنت من الناس المحترمة اللي أنا بحبها جدا جدا وبتوعك دايما. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه هاجر، ونورتينا جدا في البرنامج. واهلا وسهلا برضو باعزائي المشاهدين اللي مشاهديني دلوقتي، اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. النهارده زي ما بتكلم كده وكلمت وقدمت، النهارده موضوعنا خليك ورا حلمك. ايه معنى خليك ورا حلمك؟ خليك ورا حلمك اللي هو اللي يعني دايما الانسان يبقى عنده اكيد عنده اهداف عايز يوصل لها، ان هو شايف نفسه في المستقبل حاجه كويسه عايز يوصل لها وعايز يحققها، ان هو يكون حاجه كويسه في المجتمع. تمام، اللي هو يعني انه يبقى عنده هدف. يبقى عنده بالزبط. هدف عايز يوصل له، فده دايما. اكيد يعني اللي هو يسعى دايما ان هو يسعى باستمرار ويخلوا عنده اهداف، دايما يحط اهدافه قدام منه علشان يسعى اكتر، يعني مش يسعى يوم ولا اتنين ويجي بعد كده اللي هو يعني قصدك ان خليك ورا حلمك يعني يلح ويصر عليه، وده احب اوضحه لاعزائنا المشاهدين. دايما تبقى انسان لحوح، يعني دايما خليك في استمرار انك مركز على حلمك عشان توصل له وتبقى حاجه كويسه في المجتمع وتفيد برضو مجتمعنا، وتبقى انسان كويس برضو بتفيد المجتمع وتفيد الدوله وتفيد كل وتفيد الناس. نفسك طبعا. ويفيد نفسه، دي برضو اهم حاجة. طب انت رأيك ايه الخطوات اللي ممكن الانسان يمشي عليها عشان خاطر يحقق حلمه؟ اول خطوة ان هو يكون عنده ثقة بالله. يعني اول حاجة طبعًا. يبقى عنده ثقة بالله. وتاني حاجة ان هو يبقى عنده ثقة في نفسه. دي اهم حاجة برضو، ان هو الانسان يبقى واثق في نفسه، ما يبقاش مهزوز. دي حاجة كويسة وتخليه واثق في نفسه، بمعنى ان هو يبقى واثق في قدراته، واثق في مهاراته، واثق هو عارف كويس هو يقدر يعمل ايه. اكيد يعني كده. ويبقى عنده ثقة في نفسه وما يسمعش الكلام اي حد. تمام. يحبطه. يعني مثلا في ناس ممكن تحبطك وتقول لك لا مش هتوصل، لا الكلام ده كله، لا ما تسمعش الكلام لاي حد خالص. طب يعني ايه الخطوات بقى اللي يمشي عليها؟ ان هو مثلا يبتدي مثلا بدراسة مثلا الاول. يبتدي يعني حضرتك مثلا طالبه في كليه اعلام، فحابه مجال الاعلام، فعشان كده حبيتي تظهري معانا النهارده كموهبه في التقديم التلفزيوني. فاول حاجه عملتيها فكرتي فيها ايه؟ ان انت تدرسي في مجال الاعلام. اكيد طبعا. يعني اول حاجه، احنا مش بقى بنتكلم على مجال الاعلام بس اعزائنا المشاهدين، لا احنا بنتكلم على اي مجال. يعني انت مثلا بتحب مجال معين، مثلا سواء مثلا طالب مثلا دلوقتي في مدرسه، او حتى لو مش طالب، مثلا لو انت مثلا كبير مثلا تاخد كورسات، لو طالب مثلا هتبتدي تخش الكليه زي استاذه هاجر في كليه الاعلام، يبقى اول حاجه هنعملها ايه؟ الدراسه. اول حاجه اكيد طبعا الدراسه، ومش معنى ان انا ادخل الدراسه يبقى ادخل ما ذاكرش يعني وما اعملش برده الحاجات المطلوبه مني في اثناء دراستي. لا، ده انا ادخل واذاكر واجتهد اكتر. ما انا بنقول بقى ايه؟ ان احنا نخش الدراسه، نخش المجال اللي احنا بنحبه. أكيد المجال طبعًا. اللي احنا عايزين نحقق هدفنا وحلمنا فيه. صح كده. يعني كل واحد، يعني كل واحد اكيد وراه حلم معين وهدف. تمام. معين، فيعني كل واحد يدخل حاجه اللي هو حاببها. بالظبط. ما ينفعش مثلا ان انا يبقى في واحد حابب حاجه راح انصحه بحاجه تانية لانه مش هيمشي فيها كويس. بالظبط. لان انت كمان لما تحبي الحاجه هتدي فيها. اكيد طبعا. هيبقى عندك عطاء ليها لان انت بتحبيها، فحاجه انت بتحبيها وعندك موهبه فيها هيبقى عندك قدره كبيره فيها، فهتدي فيها جدا.
صح ولا كلامي اكيد غلط؟ وهيبقى ناجح فيها ويبقى متفوق فيها، يبقى ناجح اكتر من غيره عشان هو بيحبها. عشان هو بيحبها. انما بقى لو هو مش بيحبها اكيد مش هيبقى ناجح فيها، معلش يعني. مش هيبقى. طب انا ممكن اقول من خلال كلامك ده ان احنا ننصح الاباء والامهات ان هم ما يدخلوش ولادهم حاجه هم ما بيحبوهاش؟ اكيد طبعا. ايه رايك في الموضوع ده؟ لا اكيد طبعا. اكيد طبعا لازم ننصحهم ونسيبهم على راحتهم، ان كل واحد يعني كل شاب او شابه تختار اللي هي عايزاه، ولان دي حياتها ودي مستقبلها، علشان برضو انها ما يجيلهاش احباط. يعني انت لما جيتي اخترتي مجال مثلا الاعلام، كليه الاعلام، باباكي ومامتك سابوكي انت بتختاري؟ انا اللي اختار طبعا. يعني انا اخترت انا المجال، وطبعا برضو يعني دايما كانوا بيشجعوني ان انا اذاكر واتفوق علشان ابقى حاجه كويسه في المستقبل. كويس. يعني كمان بتلاقي تشجيع من الاهل، دي حاجه جميله. اصل ساعات بنلاقي بعض الاباء والامهات اللي بيحصل ان هم مثلا انا عايز بنتي دكتوره، انا عايز بنتي مهندسه، ده دايما المتعارف عليه من شعبنا ووقتنا، صح ولا ايه؟ وهي مش حابه المجال ده. لا هي الفكره فبيدخله لها وللاسف بتفشل فيه، او حتى لو نجحت فيه ما بتطلعش مثلا دكتوره ناجحه او باشمهندسه ناجحه او دكتور ناجح او باشمهندس ناجح، عشان ما يبقاش بس في انحياز. ايوه. فيعني يعني القصه كلها ان برضو ان الاولياء، يعني اولياء الامور والاباء والامهات يعني ياخدوا بالهم من النقطه دي كويس جدا، ان كل يعني كل ابن او ابنه يبقى تبع موهبته وتبع الحاجه اللي ايه بيحبها، صح كلامي ولا غلط؟ لا اكيد طبعا صح بنسبه 100%، لان طبعا دي حياته وده مستقبله، واكيد كل واحد هو بيختار المجال اللي هو حابه عشان هو اللي هيشتغل فيه. بالظبط. غير كده يعني لو دخل حاجه هو مش حاببها اكيد هيجي له احباط، ومش هيبقى طبعا نفسيته هتتعب ومش هيقدر يدي فيها ولا وبالتالي هيصبح مش هيقدر يعمل اي حاجه، وبالتالي هيصبح انسان فاشل، اللي هو مش هيبقى انسان متفوق في المجال اللي هو فيه. فياريت يعني كل اب وكل ام تسيب بنتها او ابنها يختار اي مجال هو حبه، بحيث ان هو يبقى ناجح فيه. يعني لو دكتوره، او يعني لو انت غصبت عليها او دخلتها يعني انها مجال مثلا دكتوره او مهندسه او الكلام ده كله وهي مش حباه، فبالتالي انها مش هتتفوق فيه. بالزبط. ومش هتبقى يعني مش هتوصل برضو لحاجه في مستقبلها. لا خليها تختار الحاجه اللي هي عايزاها بحيث انها تتفوق فيها وتبقى انسانه ناجحه في حياتها، ودايما تبص بشكل جيد واحسن يعني، وتفيد برضو المجتمع بحاجات افضل ومعلومات احسن. بالظبط، عشان بتعمل الحاجه اللي بنحبها. طب انت في كلام يعني في بعض كلامك قلتي ان انت ان الانسان ان المفروض ما يسمعش كلام حد من الناس اللي بتحبطه. هل انت في حياتك قابلتي ناس احبطتك، او عموما الانسان لما يقابل في حياته ناس بيحبطوه ويقولوا له لا انت مش هتنفع في الحاجه الفلانيه، لا انت مش هتعرف تعمل كذا، لا الموضوع صعب عليك، يبتدوا يعملوا عمليه احباط، هل الناس دي نتصرف معاهم ازاي من وجهه نظرك؟ اكيد طبعا انا قابلت ناس كتيره قوي كانت بتحبطني في حياتي، مش هتوصلي كليه اعلام. مش انا رايي ان دول بيبقوا نعيم من الناس. حد عنده يعني والعياذ بالله حقد، اللي هو عارف انك كويسه وبيحقد عليكي، يا اما حد هو فعلا يائس وعايز ينقلك الصوره السلبيه دي ليكي، والاثنين طبعا يعني حاجه ضاره جدا للمجتمع. تمام. بتتعاملي معاهم ازاي بقى؟ اتعامل معاهم لو حد بيحبطني، وده حصل فعلا، في ناس كانت بتحبطني وده حصل معايا. تمام. ان انا ما كنتش بسمع لكلام حد، انا شايفه نفسي ان انا يعني عايزه ابقى اعلاميه، عايزه ابقى مذيعه، ودايما كنت بشاهد حضرتك كتير يعني في البرنامج، ودي حاجه طبعا بتشرفني، فدايما وكنت بسمع لي يعني طريقه الكلام المذيعين، فانا حبيت الموضوع وحبيت المجال. يعني بتتابعي اعلاميين كبار وبتتابعي مذيعين أكيد كبار في طبعًا. التقديم التلفزيوني، وبتشوفي الطريقه ازاي وبتحاولي تتعلمي. ايوه بالظبط. بتاخدي ليكي قدوه، بتاخدي ليكي مثل. ما دي بقى النصيحه اللي برضو ننصحها للناس اعزائي المشاهدين، دي احب اوضحها، ان الانسان ياخد ليه قدوه او مثل، يحاول يبقى زيه او يحاول يعمل زيه عشان يتفوق، صح ولا كلام غلط؟ ايوه اكيد طبعا صح. فدي يعني دي حاجه انا بقولها، اللي هو يعني انا ما سمعتش لكلام حد. الناس اللي بتحبط الناس اللي هي بتحبط، انا ما سمعتش لكلام حد. دايما انا عارف يعني انا شايفه نفسي انا عايزه ايه بالظبط. انت عارفه انت عايزه ايه، محدده هدفك. اللي يقول يقول، واللي يتكلم يتكلم، يعني ده يقول لي مش هتوصلي كلامك ولا حاجه بالنسبه لي. تمام. لان انا عارفه نفسي انا عايزه ايه. تمام. يعني وبرده يعني وثقه في النفس. انا عندي ثقه بنفسي ان انا هوصل، وان انا هبقى حاجه في المستقبل. فيعني اهم حاجه برده الثقه بالنفس، ان هو برده ما يسمعش الكلام حد،
وما يحطش كلام الناس في دماغه، وما يحبطش، يخلي عنده أمل، يخلي عنده إيمان بالله طبعا ثقة في الله قبل كل شيء، انت قلتي الكلام ده برضو أكيد في الأول. طبعا، ده طبعا ثقة بالله، ويخلي عنده إيمان كده، ويسعى ويذاكر ويجتهد بالظبط، ويستمر أهم حاجة دايما. طبعا السعي. وكل ما تتعب أكتر، كل ما تلاقي حاجة في طبعا، مستقبلك مستنياك قدام أحسن لأن ربنا ما وأفضل. عز وجل ما بيضيعش تعب أي حد تماما، ربنا أكيد عالم إن طبعا، أنت بتسعى في المجال أكيد ده، طبعا. يعني مثلا بتسعى في الحاجة دي، فأكيد هتوصل لها. عشان كده إحنا موضوعنا النهاردة خليك ورا حلمك، يعني لازم الإنسان يفضل ورا حلمه، لازم إن هو يبقى عايز يحققه، ده لازم يبقى أساس في حياتنا كلنا، إن إحنا يبقى عندنا جرعة تفاؤل، جرعة طاقة إيجابية، إن إحنا نفضل ورا حلمنا لغاية ما نحققه. أكيد طيب طبعا. أنا عايزة برضو أسألك سؤال مهم جدا، إيه هو أسباب النجاح وأسباب الفشل بالنسبة للإنسان من وجهة نظرك؟ أول حاجة عندنا أسباب النجاح، هو كذا سبب الصراحة، يعني هو مش سبب واحد. أسباب النجاح اللي هو الإيمان بالله، تمام. أصلي وأعرف ربنا، تمام ويكون عندي برضو الثقة، تمام برضو دي برضو من ضمن الأسباب. ورضا الوالدين دي أهم حاجة برضو، طبعا إن طبعا أنا يعني بابا وماما يبقى راضيين عني، أبوك وأمك برضو يبقى راضيين عنك، عشان برضو إيه ده رب أساسي في حياتك بالظبط، ده يبقى شيء أساسي. وإن أنا برضو أجتهد ان انا اجتهد أجتهد واسعى. أجتهد وأسعى وباستمرارية، يعني أنا كل ما أجتهد كل ما أوصل لحاجة أفضل في مستقبلي. عشان أنا ما ينفعش مثلا إن أنا أبقى قاعدة كده وأقول أنا عايزة أبقى كذا وأبقى كذا وأنا مش بجتهد، فطبعا دي حاجة مستحيلة، يعني الحاجة مش هتجيلي لغاية عندي لحد بالظبط كده، عندي. من غير ما اسعى وراها، ومن غير ما اعمل خطوات. فلازما ان انا اسعى ولازما اجتهد، عشان كل ما اجتهد اكتر يعني كل ما ازداد معلومات اكتر، تمام كل ما تمام اوصل يعني خلاص الثقة بالنفس تزداد اكتر. ان انا واسباب الفشل ان احنا ما نعملش كده، اللي ما هو عكس نعملش ده كده. تماما. اسباب الفشل اللي هي عكس كده، اللي هو ومن ضمن اللي هو برضه اللي هو التكاسل، وان احنا ما بنسعاش، وان احنا يعني ما بنحاولش نجري ورا حلمنا، ما بنحاولش نحققه، مستنيين الحاجه تجي لنا لغايه عندنا، مستنيين تجي لنا الحاجه جاهزه، كل الحاجات دي برضو من اسباب الفشل. أكيد طبعا. الاحباط، الياس، التوتر، عدم الايمان بالله، البعد عن ربنا، عدم رضا الوالدين، يعني تقريبا عكس كل اللي انت قلتيه تقريبا بالظبط كده. وبرده في حاجة برده من ضمن اللي هي اللي احنا لسه متكلمين عليها حضرتك من شوية، اللي هو الإحباط برده، والسمعان لكلام الناس كتير طبعا يعني، طبعا فده طبعا. برده بيؤدي إلى الفشل. ولو انت إنسان بتسمع لكلام الناس عمرك ما هتوصل لأي حاجة في حياتك يعني. تمام. طب ايه رأيك في الناس اللي بتدعم دراستهم بالشغل، او ايه رأيك عموما في قصة الشغل مع الدراسة؟ هل بتفضلي كده، ولا بتفضلي ان الدراسة يعني بتاخد كل الوقت ونخلصها وبعدين نشتغل؟ ايه رأيك في الموضوع ده؟ انا رايي يعني لو الشغل مرتبط بالدراسه في نفس المجال، يعني الشغل والدراسه مرتبطين ببعض، ان هما في نفس المجال زي بعض، تمام. فدي حاجه كويسه، لانها بتعطي يعني بتدي معلومات انت افضل. كده بتدربي في الحياة العملية بالظبط. وخاصه يعني انا بتدرب كده في شغلي مثلا المستقبلي، تمام. فدي حاجة أفضل، يعني هتديك معلومات برضو للمجال اللي انت هتشتغل فيه والمجال اللي انت حابه، فدي حاجة كويسة. إنما لو الشغل مش مرتبط بالدراسة. بالدراسة، تمام، يبقى خلاص بنفضل الدراسة أحسن، لأن احنا كده بالتالي هنصبح شغل ودراسة، فممكن ما نوفقش ما بين الاتنين يعني. بالظبط. مش ممكن يأهدك او ضغط علينا اه يعني، اه طبعا ده مش وممكن مرتبط وممكن بده اه وممكن بالظبط. ما تقدرش انك يعني تركز في دراستك ولا تركز في شغلك، ويبقى ولا كده ولا كده يعني. بس انا ليا اللي هو رأي تاني يا استاذة هاجر في الموضوع ده، انا رأيي ان الشغل مع الدراسة بيعود الناس اللي في الجيل بتاعكم وفي سنكم على تحمل المسؤولية، يعني اي حد مثلا طالب جامعي او طالبة جامعية عن بتسعى في مجال الشغل او انها تشتغل مثلا عشان تساعد نفسها، عشان تساعد اسرتها، ده هدف جميل. اكيد طبعا، وانا بتفق معاكي، بس لسبب واحد يعني مش ان كل يعني انت الناس. بتقولي بس ان ما تعطلهاش او ما تعطلوش عن دراسته، انا دراسته هي الاساس. بتفق معاكي، بس في حاجة، مش كل الناس زي بعض يعني، دي قدرات يعني. انا مثلا ممكن انا دراستي وبس، انما في ناس تانية مثلا، او اي حد مش شرط انا يعني،
ناس تانية مثلا بتقدر توفق ما بين الاتنين، الدراسة والشغل، على حسب دي قدرات. في انسان يقدر يتحمل كده وفي انسان ما يقدرش يتحمل كده، يعني مش كله. مش كله طبعا، بس طبعا اللي يقدر ان هو يوفق ما بين دراسة وشغل او دراسة وشغل أكيد. في نفس المجال دي حاجة كويسة، دي حاجة كويسة جدا جداً. ودي كمان بتحقق له نجاح كبير. طب ايه رأيك في موضوع الكورسات؟ موضوع الكورسات برضو دي حاجة كويسة جدا جدا، وخاصة يعني الانسان يتدرب على الحاجة او على المجال اللي هو دخله، يعني اللي هو حبه او كده، فهو ياخد فيه كورسات بياخد حتى لو فيه هو كورسات. بيدرس وياخد كورسات جانبية، ده احسن، ده يعني افضل يعني. يعني انا مش شرط، انا بلاش انا دي خالص يعني. اي حد، اي حد من شاب، من الشباب، من جيلك، اي حد من الشباب من جيلي يعني بيدرس او مجاله حاجة معينة، اكيد يعني الكورسات دي بتفيده كتير جدا جدا جدا، بتدعمه. وبتخليه عنده يعني بتدعمه، وبتخلي عنده خبرة ومعلومات اكتر، تمام فبتخليه انسان ناجح في المجال بتاعه. تمام تمام يعني ما يكتفيش بالدراسة بس، لا وبرضه يشتغل على نفسه في موضوع الكورسات، ويعني ان هو بس يعني ان هو عشان يعني يكتسب كمان خبرة، يعني يبقى اكيد طبعا. كورسات وشغل، يبقى اذا هو كده بيعمل كذا خطوة ان هو يحقق حلمه، صح ولا ايه؟ ايوه صح طبعا، اكيد طبعا. يعني دي برضو تعتبر من الخطوات اللي يعني زي ما بنتكلم النهارده اعزائنا المشاهدين عن برنامجنا خليك ورا حلمك، من اهم الخطوات طبعا زي ما قلنا الدراسه والشغل وكمان الكورسات. يعني احنا بنقول ايه ثلاث لغايه دلوقتي، قلنا ايه ثلاث خطوات، تمام. غير طبعا الدعم النفسي اللي احنا اتكلمنا عليه، ان احنا طبعا نبقى واثقين في الله عز وجل، ونبقى واثقين في نفسنا، ونبقى واثقين في قدراتنا ومهاراتنا، وما نتعرضش لاي احباط من الناس اللي حوالينا. تمام يا استاذه هوكا. طيب انت حبيتي مجال الاعلام وعندك موهبه في التقديم الاذاعي، مين مثلك الاعلى كده في مذاعه المشاهير؟ والله انا طبعا متابعه كتير، ماشي، وحضرتك برضو من ضمن اللي انا متابعاهم، يعني من ضمن الناس المحترمه جدا اللي بحب كلامها. وبرضو كنت بتابع برضو مع حضرتك الاستاذه ريهام سعيد، تمام، والاستاذه منى الشاذلي، تمام كنت متابعاهم برضو. تمام تمام فدي برضو متابعاهم بقى ازاي؟ بتلاحظي بقى الاسلوب والطريقه وبتحاولي تقلديها مثلا، او بتحاولي تقلديها تقليد اعمى، ولا بقى ليكي شخصيتك المستقله؟ لا شخصيتي المستقله. يعني بتحاولي تاخدي الخبره او بتكتسبي الطريقه او الاسلوب، بس في نفس الوقت لازم شخصيتك تظهر، صح كده ولا لا؟ اكيد طبعا. لان في ناس يعني بيبقى عندها في اي مجال مش في مجال الاعلام بس اعزائنا المشاهدين، بتقلد تقليد اعمى، يعني مثلا انا عايزه ابقى زي فلان الفلاني، بتقلد تقليد اعمى. طب فين شخصيتك؟ طب لا فين طبعا، قدرتك؟ ده الشخص الشخصيه بالظبط. اهم حاجه، يعني كل انسان لازم يبقى بطبيعته. انا اكتسب خبره كل حاجه وبقى انسانه ناجحه في حياتي، بس انا شخصيتي برضو يعني كل واحد ليه شخصيه معينه، يعني شخصيه ده مش زي ده، كل واحد اكيد ليه شخصيه معينه واكيد مش زي التاني يعني. بالظبط بالظبط. طيب فخليك ورا حلمك. موضوعنا النهارده، هل ان انا الحلم اللي انا بحلمه لازم يكون حلم مادي فقط، ولا حلم معنوي؟ بس مش هنقدر نقول ان هو يبقى حلم معنوي بس، لان لو حلم معنوي يبقى احنا بنحلم. اكيد كلنا بنسعى وراء حلمنا عشان برضو نكسب من وراه لقمه العيش، أكيد صح؟ أكيد طبعا أكيد. فهل الحلم بالنسبه لك او بالنسبه للشباب اللي بيجيلك بيبقى مادي، ولا مادي ومعنوي؟ لا هو في البدايه بيبقى معنوي. ان انت عايزه تحققي نفسك، تحققي ذاتك. ان انا يعني بالزبط. اول حاجه ان انا يعني الانسان الاول بيحلم اللي هو عايز يبقى حاجه كويسه في مستقبله، تمام. طب بعد بتقولي كده ايه على الشباب اللي في سنك مثلا، اللي مثلا اهاليهم ظروفهم ضعيفه او كده، اللي هو كل حلمهم الماده فقط، وده بتخليهم طبعا يلجأوا لطرق تانية، ده بيخليهم طبعا ما تحبطش. ينساقوا. بالظبط، بينساقوا في طرق مش كويسه. احب اقول لكل الشباب ولكل البنات اللي اهاليهم ظروفهم الماديه مش تسمح، وهم عايزين يوصلوا لحاجه كويسه في المجتمع، بالظبط. ما تحبطش، وخليك ورا حلمك، وبرده خلي عندك ايمان بالله، وبرده يعني انت يعني حط هدف قدامك. بما انك انت حاطط هدف قدامك هتعرف توصل، سيبك من قصه الماديه دي، اهم حاجه. طب انا ممكن يعني في ناس يعني يبقى حالتهم الماديه كويسه وما عندهمش احلام ولا اهداف ومش بيبقوا حاجه. تمام. في ناس ما بتبقى حالتهم الماديه بسيطه قوي. ما هو ده بقى على العكس، انا كنت هقول لك بقى في ناس عندها الماديات مساعدها جدا، لكن ولا عندها هدف
ولا عندها حلم بتسعى انها تحققه، لان كل ظروف الحياه متاحه بالنسبه لها. يعني مش ما عندهاش اي نوع من التعب او من المعاناه حتى في التفكير انها تحلم، صح ولا انا كلامي غلط يا استاذه هاجر؟ صح. فيعني المفروض، طب دور اولياء الامور ايه، او الاباء والامهات في الموضوع ده، ان هم ما يوفروش لاولادهم كل حاجه، ولا يبقى كل حاجه بحساب بالمعقول، بحيث ان انت تدي فرصه لابنك او بنتك حتى لو انت مقتدر ماديا. دي كلمه بوجهها لاعزائنا المشاهدين. طبعا ريح ولادك ماديا، اسس لهم مستقبلهم، اعمل لهم حياتهم في اي مجال هم بيحبوه، بس برضو خليهم يسعوا، خليهم طبعًا يتعبوا، ولا ايه يا استاذه هاجر؟ اكيد طبعا لازم اللي هو يسعى. يعني لو حالتهم الماديه مش كويسه، يعني لا لو كويسه، احنا بنقول دلوقتي حياتهم الماديه كويسه ومتيسر، مثلا هو عنده اب مثلا متيسر الحال او كده، فهو هيساعده مثلا في مشروعه او في حلمه، تمام، بس ما يخلوش كل حاجه محطوطه يعني قدامه على الجاهز زي ما بنقول. لا تمام. لازم هو يسعى ورا الحلم بتاعه ده، ولازم هو كمان يتعب فيه اكيد طبعا، علشان يحس بحلاوه الموضوع، ان هو بالزبط فعلا يعني سعى ورا ايه الحلم ده. طيب على العكس بقى، احنا بنقول الناس اللي مش بتقدر، هل بقى يجي لها احباط وتمشي في طرق تانية؟ لا طبعا ما يجي لهاش احباط ومش تمشي في طرق تانية خالص خالص. تخلى عندها ايمان بالله، ومضيقت الا بعد ما فرجت. يعني ربنا يعني سبحانه وتعالى بيجي يعني على الانسان ايام بتبقى ظروفه وحشه قوي قوي قوي، بس بعد كده ربنا هو اللي خالق كل واحد، وهو حاسس طبعا بظروف كل واحد فينا، فاكيد ربنا بعد كده بيفركها عليه، ويقدر بعد كده يحقق اللي هو عايزه واللي هو كان بيتمناه. يعني طب انا عايزه منك كلمه اخيره توجهيها للشباب، نصيحه هامه جدا عشان يحققوا حلمهم. تمام. احب اقول لهم يعني خلي عندك ايمان بالله، خلي عندك ثقه في النفس، ورضا الوالدين برضو، وما تسمعش الكلام حد، اي حد يحبطك، ما تسمعش الكلام اي حد. شوف انت عايز ايه وخليك ورا حلمك ورا طموحك اللي هتخليك حاجه كويسه في المستقبل. و تمام، يعني يبقى لحوح ورا حلمه. لحوح. للاسف هو وقت برنامجنا خلص، كان وقت ماشي. ممتع معاكي جدا ومع اعزائنا المشاهدين، انا سعدت بيكي جدا جدا، واتمنى ان اعزائنا المشاهدين ان استاذه هاجر كانت مثال حي للشباب المكافح اللي عايز يوصل لحلمه. انت فعلا انسانه جميله ومكافحه، وربنا يحقق لك دايما حلمك وتكوني احسن الناس. ودي دعوه بوجهها لاعزائنا المشاهدين، اللي عايز يظهر في البرنامج، اللي عايز يعلن عن موهبته، يعلن عن نفسه، يعلن عن حاجه بيبيعها او منتجات ليه، يتفضل لينا واحنا هندعمه، ودايما هنفضل وراه عشان يفضل ورا حلمه ودايما يحقق. أعزائنا المشاهدين، سعدنا بكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. شكرا، وإلى أن نلتقي في حلقات جديدة إن شاء الله. شكرا، باي باي.